مين مين اللي كان بيسافر؟ الشيخ رفاعي السوق كان بيستخدم تعبير الدوله العميقه. احنا على فكره يعني هنتناقش موضوع الدوله العميقه، بس كان معانا التعقيبات بقى طبعا الدكتور خالد سعيد كتب. والله انا ما كتبتش كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس عاوز اقول ان احنا يعني انا مش عايز نمسك في بعض اعراض المشكله او بعض اسبابها او بعض ظواهرها او ونغفل عن المشكله الحقيقيه التي نحن فيها. يعني انا ينبغي ان اؤكد في البدايه اننا الان امام مشكله وطن، امام مشكله وطن. نحن يعني اما وطن واما لا وطن، واما ثوره واما لا ثوره. دي ينبغي ان احنا نحطها قاعده يرتكز عليها اي كلام هنقوله، لان انا ممكن اقول كلام كتير جدا يهدم هذه القاعده وانا مش واخد بالي. قضيه ان انا ابدا اخش في كل ما يهمني هو المشاغبات الايديولوجيه او العقائديه او المشاغبات الفكريه للاختلافات السياسيه اللي بيني وبين فصيلة الاخوان المسلمين في فتره. انا الان امامي مرشح الاخوان المسلمين ومرشح فلول النظام السابق. انا ينبغي ان اتعامل مع هذه الحاله. انا عن نفسي اتكلم عن نفسي وانا لا انتمي لجامعه الاخوان المسلمين، ولو كان هذا الشخص غير الدكتور مرسي والخلفيه الفكريه او التنظيميه بتاعته غير الدكتور مرسي كنت قلت نفس الكلام تحديدا اللي انا بقوله دلوقتي. انا ارى ان ينبغي ان نتعامل مع المرشح الاخر غير احمد شفيق انه مرشح لا فلول ولا نظام ولا مبارك. هذه القاعده التي ينبغي ان يرتكز عليها كلامنا، ولو ارتكز على قاعده زي كده انا من وجهه نظري يكون سياق الكلام منذ بدايته منحرفا. اقعد اجيب من الستينات والخمسينات والاربعينات ومن ايام الملك عشان كان الاخوان لهم ممارسات عجبانه ومش عجبانه، كل الكلام ده ممكن يترد عليه وممكن يتعمل له يعني عشرات المفارز الحواريه والعصف الفكري في حلقات طويله جدا في ظرف غير الظرف اللي احنا نعيش فيه الان، ويترد عليه بكلام كتير جدا. فانا استطيع ان ادبج الكلام مثلك وتدبج الكلام افضل مني وندخل في نقاش ثراء فكري او طرف فكري يخرجنا عن سياق المساله. انا بقول ده ليس سياق. انا بصيت في الساعه بالظبط بعد كلام الاستاذ جمال والسعاده الاستاذ انا مش عارف الاسم بالظبط استاذ نبيل زكي. يعني بصيت في الوقت بالظبط لقيت فات نص ساعه وخمس دقائق واحنا بنتكلم بس في الاخوان وعيوب الاخوان واخطر الاخوان. نص ساعه وخمس دقائق والكلام الثاني تطابق للكلام ده من بعض الوجوه. طب ما احنا بقى لنا ساعه ونص بنتكلم على شفيق. ما انا فعلا كنت حضرتك كنت لوحدك وانا اتكلمت يا استاذ جمال. انا شايف ان الكلام ده كله يصب في النهايه في صالح شفيق. كل الكلام اللي اتعمل ده انا قاعد اشن هجوم على اخوان. الوقت فات من الوقت بالظبط اكتر من نص الوقت، داخلين على ثلاث ارباع الوقت واحنا بنتكلم بس في الاخوان وهدم الاخوان وشكاير البطاطس. اللي شايف شكاير البطاطس عليها دعايات لمرشح معين ما صورهاش ليه؟ ما اثبتش هذه المخالفات. انت معلش والله يبارك في حضراتكم لو سمحتوا لي اكمل بس كلامي حتى النهايه ويعني اقدمها لجهات رسميه عشان الكلام ده يتخذ فيه اجراءات عقابيه. ما تحطوش حاجه على النت. انا ممكن اصور حاجه على النت واقول ده حمدين عمل وابو العز الحريري عمل مع احتفاظي بالالقاب يعني. فده انا بقول اللي يلاقي حاجه يروح يقدمها للجهات المسؤوله. انا لو شفت حاجه زي كده من جماعه الاخوان ولا من غيرها اروح اقدمها للجهات المسؤوله علشان كل واحد ياخد حقه وياخد عقابه. احنا في فتره النهارده فتره جديده، فدعنا من الاتهامات المرسله وشكاير بطاطس ورز وزيت وتعامل شيبسي. كل الكلام ده لن يجدي معنا نفعا في القضايا التي نحن فيها. انا شايف كل ده بيهدم ولن يجدي الانكار بيهدم يعني لو حضرتك تكلمت براحتك. انا لم اعلق بكلمه، لم اعلق بنفسي، فلو تكرمت اتكلم براحتي. ما فيش مشكله. انا بقول ان الكلام مردود عليه. مشكلتنا ليست مشكله يعني سعاده اللواء قال كلام جميل جدا ان احنا فعلا فخورين بالعمليه السياسيه والانتخابيه المحترمه النزيهه، ولو بنسبه من النسب التي وصلنا اليها الان كنتيجه وكمكتسب من مكتسبات ثوره 25 يناير. الحمد لله احنا وصلنا لهذه. لكن انا بقول الاشكال مش في نتائج الانتخابات ان شفيق خد ولا ما خدش، ولا خد 4 مليون ولا 5 مليون ولا 5.7. دي مش قضيتي. انا قضيتي الان ان عدم شرعيه ترشح شفيق اصلا، وهناك قانون للعزل تم رفض هذا القانون وان كان القانون اتعمل مسلوق. اتعمل مسلوق. هقول لحضرتك هاجي النقطه الانسحاب لان دي مهمه جدا. انا قصدي ان يسيبوا العمليه الانتخابيه. اصل تشريع في حد ذاته خطيئه تشريعيه جباره. ماشي لو سمحت بس يا جماعه انا بسمع بقالي بالظبط دلوقتي. خطيئه تشريعيه. لا احنا بنحاول مع حضرتك. انا بقالي ساعه بسمع. لا لو سمحت اتكلم 10 دقائق. بقالي ساعه بسمع. يعني يبقى في المقطعات الصغيره دي. مش هينفع. لا لا عشان بس انا لا يا جماعه اللي عايز يعمل حاجه اللي هي توضيح احنا لسه سعادتي لو تكرمتي تكتبي اللي عنده اعتراض يكتب ويرد عليه بعد كده براحته. خلينا كده كاننا بنتكلم مع بعض. حضرتك انا سمعت الجميع وانا ساكت لم اعلق بنفس. احنا عايزين نعمل حوار. يعني اما اتكلم واما اسمع. انا لا استطيع ان امارس الدورين. يعني انت مش عايز تعمل حوار؟ لا لا حضرتك انا بعمل حوار دلوقتي. انا برد على الالوف ده حوار. فانا بقول بتعمل مناظره.
اذا كنت تريد ان انا اسكت ممكن اسكت. لا 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 تحت امر حضرتك تفضل. لا لا اتفضل يعني نعمل حوار كده مش هينفع حضرتك. انا سمعت الجميع وانا ساكت وهنعلق. لم يقاطع احد احد انه هو يتكلم الا كده مش هينفع. انا كده مش جاي اتكلم جايكم بص انا ما اعرفش اتكلم بص انا ما اعرفش اتكلم من حق الدكتور اما اتكلم واما امشي. نحن ديمقراطيين وثوره 25. طيب انا بقول مشكلتنا ليست نزاهه الاليات. الاليات كانت نزيهه بنسبه كبيره يعني الاستراتيجيه اتبرشمت والاجراءات حصلت. انا بتكلم في ما قبل الاليات والاجراءات لم يكن نزيها. قانون العجز طلع صحيح كان مسلوق ومتاخر لكن هو قانون صحيح. اللجنه الرئاسيه احالت هذا القانون. انا مش عارف بصفتها ايه وبصفه رئيس اللجنه بيشتغل ايه. مش رئيس الجمهوريه هو عشان يحلها للدستوريه العليا ومحدش علق على دي الا قليل يعني. مين اللي مسؤول؟ هل الاخوان هم المسؤولين؟ انا بقول كلنا مسؤولين. التيار اليساري مترشح عنه 4 ولا 5 هم كلهم عشرات ما يجوش مئات. قول مئات قول الاف مترشح عنهم 4 ولا 5 مفيش واحد عارف يتنازل للتاني. التيار الاسلامي كان مترشح منه او المحسوبين على التيار الاسلامي مترشح منه 3 أو 4 أو 5 ما فيش واحد عارف يترشح للتاني. مساله النهارده لما يحصل اعاده ما بين الدكتور مرسي والدكتور شفيق ويطلع شخصيه سياسيه مرموقه في مصر مرموقه وهو صديق عزيز يقول طب ما يتنحى الدكتور مرسي للاستاذ حمدين صباحي. اولا هذا كلام مش مظبوط سياسيا وقانونيا والشخصيه اللي انا بقول عليها دي شخصيه مذاكره كويس جدا وتعرف جيدا ما تقول. هذا الكلام صادق لم تحدث في العالم كله ومش مظبوط سياسيا ولا قانونيا ولا دستوريا. وبعدين الاول ما بيتنحاش للثالث. انا اول مره اشوف الاول يتنحى للثالث وهو لو تنحى في الحقيقه يتنحى لشفيق اللي هو الثاني. بس هذا كلام شفيق برضه كده. هذا كلام لا ينبغي ان يقال في الظرف الحالي الذي نحن فيه. انا بقول ان نتلافى هذه. معلش انا اسف اقول حاجه. انا ما بحبش سياسه التجريح ولا اقصد بكلام بقول التجريح. نحن نعاني الان من ديماجوجيه فعلا فعلا والله. ده اظرف وصف وادق وصف سياسي واصطلاحي لما نحن فيه. ديماجوجيه النخبه في مصر الان. الديماجوجيه على الطريقه الافلاطونيه المحضه. لا لا ما اقصد حضرتك ده. انت عايزين ندافع عن الناس الثانيه بره ليه؟ في مصر. انا لا ده عايزين ندافع ثاني عن الناس الثانيه من بره ليه؟ حضرتك دافع يعني حضرتك ماشي. لا انت عايزنا ندافع عن الناس الثانيه بره ليه؟ معلش انت بترد على الناس دي. انا اوصف. لا لا حضرتك اسمعني بس. انا اوصف الحاله السياسيه وبقول من المسؤول عن الخطا الذي نحن فيه. حضرتك مش المسؤول عنه ولا الاربعه اللي قاعدين دول المسؤولين عنه. انا بقول هذه الديماجوجيه عباره عن ايه؟ اللي هو تشنيع النخبه وتشويهها لفئه معينه او استخدام المصطلحات البراقه التي تحدث خلل في البنيه الاجتماعيه استغلالا لجو الديمقراطيه. وهو ده بالظبط اللي حصل في الديمقراطيه الاسينيه. اللي حصل ان انا اقعد اضرب في الاخوان واقعد اضرب في اليساريين واقعد اضرب في الليبراليين. نحن جميعا اخطانا. الاتجاه الليبرالي العلماني المنفتح عندنا في ناس كويسه كتير جدا جدا ناس ثوريه محترمه كثيره جدا جدا. ومع ذلك تورط التيار ده في عشرات الاجتماع مع الاجتماعات مع المجلس العسكري ما قبل لغايه ما قبل احداث محمد محمود تحديدا. عشرات الاجتماعات. وثيقه الدكتور علي السليم ويحيى الجمل من قبله والدكتور يحيى الجمل الذين كانوا يجلسون في مكتب الدكتور علي السلمي. انا بس عشان ما اجرحش اشخاص مش هذكر اسمائهم لكن انا اعرفهم بالاسم واحد واحد واحده واحده عشان اقول بس انا عارف هم مين. كانوا دي من الطائفه والنخبه اللي هي النهارده بتظهر في الفضائيات وتتكلم على الثوره. معناها انا شخصيا ما شفتهمش في ميدان التحرير. انا لم ارهم في ميدان التحرير. اذا نحن الان في حاله انا بقول هقول كلمه واضحه هقول كلمه واضحه. ما الذي انتج حاله الفريق احمد شفيق الذي انتج هذه الحاله هو حاله التمزق والنزاع الموجود في الصف الوطني المصري. حاله التمزق دي كلنا مسؤولين عنها. ما تتهمش التيار الاسلامي فقط والا ده جور وعدوان. انا بقول حاله التمزق ديت لان حاله احمد شفيق لا تخرج الا في اجواء من التمزق والصراع والتنازع اللي موجود حتى داخل الصف الاسلامي اللي هو الكتله التصويتيه الكبيره اللي شق الاصوات ووصلنا للحاله اللي احنا فيها. الكتل دي لما حصل بينها النزاعات والصدمات دي كلها اغفلت في في فيما بينها وربما نكون نحدث قدر من ده واحنا بنتكلم دلوقتي. نسينا في النص منطقه الظل او الكتله السائله اللي هي بالظبط اتكلم عليها استاذ وائل اللي هي مساله الكتله الثالثه او الكتله الثالثه دي. انا مش بقول دي يعني ايه بانت بس من افراز الانتخابات بتاع اللي هي نتيجه. لا دي هي سبب ايضا يا استاذ وائل. هي سبب ايضا منطقه الظل او الكتله السائله اللي مش منتميه لاي حاجه اللي منتميه لقمه العيش اللي عايزه تعيش وتاكل وتشرب. احنا نسيناها. دول تحت خط الفقر. لا تحت 50% من الشعب. بعض هؤلاء ربما وجد ملاذا من هذا الصراع وهذا الضجيج في اذنيه اللي انا عمال اخبط في الاخوان واخبط في السلفيين واخبط في الليبراليين. وجد ملاذا له في انه ينتخب احمد شفيق الا لو انا اجيب لك الامن. واللي ربما وجد فيه سياسي محنك وربما بعض الناس كده. وايضا تدخل الكنيسه في الحياه السياسيه المصريه انها وجهت جزء من الشعب القبطي وان كان الكنيسه نفسها رفضت هذا الكلام معلنا لكن احنا عارفين الكلام ده جزء منه حصل. وان كان جزء من الشعب المصري المنتمي للطائفه القبطيه اختار دعم الاستاذ حمدين صباح وده اختيار مشكور لانه اختيار الثوره بامتياز. ايضا كتائب وميليشيات الحزب الوطني 3.5 مليون كتائب البلطجيه اللي تقدر ب 400,000 وبقيه جهاز امن الدوله. ده بالظبط يقول لنا العدد ال 5 مليون جم منين بالظبط
بدقه شديده اللي خدت اصواتها شفيق. اذا هذه الاصوات فعلا دخلت في الصناديق بغض النظر طبعا ان ليا قريب وجد صوت ابوه وامه موجود في نفس الكشف معاه وهم متوفين يعني الله يرحمهم. ده كتير الحالات دي كتير في اخطاء ماديه. فبغض النظر قد تكون هذه الاخطاء مقصوده وقد لا تكون مقصوده. انا بقول هذه الحاله من التمزق والتنازع هو الذي انشا الحاله التي نحن فيها. المخرج الان المتوفين كانوا شفيق بس ولا للاخوان برضه؟ مش عارف والله بس هو ده على اي حال انا بقول فيه ولا المتوفين بينتحروا شفيق. انا بتكلم عن فتح حاله التزوير بوجود بعض كشوف الميتين الله اعلم هيروح لمين. واللي عامل كده تبقى الجهات الرسميه. الاخوان مش الجهات الرسميه حتى الان. المسؤول عن الجميع اخطا. انا بقول الجميع اخطا. واذا كان الاخوان اخطاوا وهم يخطئون واذا كان السلفيون اخطاوا وهم يخطئون لانهم بشر مش معصومين. انا مش عارف ليه النخبه الليبراليه عندنا بتخطئش ابدا ومعصومه ومحدش بيتكلم على الاخطاء. دعني اتكلم على بعض ما هو اشد من الخطا وهو الجريمه. ان انا اجي النهارده في هذا الجو الذي نحن فيه انا بشوف شخصيات يعني عيب مقامها اكبر من كده مش هسميها بيطلع في الفضائيات في اليوم مرتين وثلاثه بي بي بيمارس صوره من صور الابتزاز السياسي الممجوج لجماعه الاخوان النهارده. انا بقول له ما تتعبش نفسك وما تمارسش هذا الابتزاز السياسي. مش عاجبك الاخوان انتخب شفيق واسكت. في ناس اتسالوا في قنوات فضائيه وسمعتهم بودني وشفتهم بعيني بيتسال هتنتخب شفيق ولا مرسي بيسكت. بتسكت ليه؟ ما تقولش شفيق انت مكسوف من ايه؟ عشان تنزل الاقنعه وتنكشف الاقنعه ويتعرف مين اللي كان مع الثوره ومين اللي ضد الثوره بدل ما احنا عمالين نتهم بها فصيل معين من فصائل الوطن. احنا بننفي صفه المواطنه عن فصيل من اكبر الفصائل السياسيه في مصر اللي هو فصيل العمل الاسلامي اللي هو الكتله الاسلاميه. هذا النفي هو الذي يمزق الوطن والذي يوصلنا الى ما نحن فيه. الحل هو المكاشفه وان نعترف جميعا باخطائنا نفي متبادل ونعتذر عن اخطائنا. معلش كان في نفي متبادل. ماشي انا دلوقتي بقول على الحل من وجهه نظري ولا ادعو المدينة الفاضلة. أنا بقول الحل هو المكاشفة والجميع يعترف بأخطائه ويعترف من كل الأطراف ونمد أيدينا بعضنا البعض عشان نصل لحالة لا تغرقنا جميعا ولا تخرجنا إلى تعودنا إلى نظام حسني مبارك إنتاج نظام حسني مبارك. إحنا كده بنستنسخ نظام حسني مبارك مرة أخرى بأيدينا ونحن نجلس نتكلم ونتنازع عشان نتهم فصيل وما نتهمش فصيل. نحن ده الأستاذ نبيل بدأ بأنه اتهم شباب الثورة والليبراليين واليساريين بدأ بكده يعني تجاهل كده خالد الذي يحدث في الانتخابات الان شوف حضرتك يعني بدا بكده الذي يحدث. معلش اقول بس اختم نقطه مهمه من وجهه نظري يعني تحويل حضرتك قال لانهم الحمل الوديع اللي يعني كله متكرر بعد انا لم اتكلم عن صناعه الضحيه دي يا دكتور. صناعه الضحيه دي هي اللعبه الشهيره للتاريخ. انا اكمل كلام حضرتك. لا هي بس صناعه الضحيه عشان حضرتك بس بتتكلم على وبعدين احنا مش التيار الليبرالي. لا انا بتكلمش على حضرتك احنا بس عشان بس حضرتك بتوجه كلامك لينا. لا انا لو اردت انا عايز اقول لك بس كلمه عشان تعقب عليها كمل كلامك خلاص كمل. انا لو اردت اوجه كلام حضرتك هوجهه لحضرتك بالاسم يعني لن يضرني. حضرتك بتكلم النخبه الليبراليه. لا لا لا, لا يعني. طب ما هي ليها انا اتكلم تانية. عن الحاله السياسيه في مصر ورديت في سياق كلامي على بعض الكلام. انا بقول مش مشكله الانتخابات النهارده نزيهه او مش نزيهه. المشكله في مسابق الانتخابات دي واحد. رقم اثنين انا بقول النهارده ايضا مش مشكلتنا قضيه نتيجه الانتخابات قد ما هي مشكله الذين صمتوا ولم ينزلوا يصوتوا باصواتهم في هذه الانتخابات. لماذا صمتوا في قطاع اعتراضا على النظام السياسي في مصر ماشي. على نظام الانتخابات. لا حاجه بقى النقطة المهمة هنا الذي أوصلنا هذه الحالة ليست الانتخابات وليست آلياتها وليست إجراءاتها وليس مجلس الشعب. ثانية واحدة بس لو سمحت حضرتك. الذي أوصلنا لازم أقولها يعني. طب ماشي ما أخلص. الذي أوصلنا لهذه الحالة أنا بقوله إدارة الأزمة التي أديرت بقى لها سنة ونص التي تلاعب فيها طرف ما بكل الأطراف بالقوى السياسية الإسلامية والقوى السياسية الوطنية الأخرى. تلاعب طرف ما بكل الأطراف وأدار الأزمة أسوأ إدارة ممكنة عشان يحدث هذه الحالة من الفرقة. وأنا أقول لك على حاجة حتى مصطلح زي يسقط حكم العسكر اللي احنا كلنا ماشيين نقوله بنقوله كلنا في البرامج وفي الميادين وفي غير ذلك. حتى هذا المصطلح هو العسكر ناوي يمشي. مين اللي قال العسكر مش ناوي يمشي؟ بس عايز لما يمشي يبقى ماشي بجميله ونحس ان هو حقق امانينا. لما قلنا يسقط حكم العسكر هو حقق امانينا. لكن انا اقول ان العسكر لن يبقوا في السلطه. انا متاكد من هذا الامر لمعطيات لعلي ذكرتها قبل كده ومش عايز اخد حق غيري في الكلام والا كنت ذكرت هذه المعطيات. يعني حته رئيسيه سيادتك احنا لما سلمنا كشعب لمجلس الشعب وبالنخبه قصدي بالاغلبيه للاسلاميين بتقول لنا النهارده قانون العزل. ده انت قانون العزل لم تقره في اول ما عملت ده كان اول قانون لابد ان يصدر. اول ما ترشح عمر سليمان جرينا قلنا عزل وقلنا ليه انت مرشح ده كمان. انت النهارده بتحملني ما اخفقت فيه وتطالب بما اخفقت فيه. انت تعلم جيدا وانا اعلم جيدا ومصر كلها تعلم ان هذا القانون غير دستوري وان هذا القانون صيغه لشخص ما وان هذا القانون له عوار وانحراف تشريعي يدين
التيار الإسلامي في مقتل، لأنك انحرفت تشريعيا لتحقيق مصلحة خاصة بإقصاء بعض الأشخاص. طب مش معنى ده انت دخل القوة الوطنية خالد يا دكتور خالد بعد اذنك انت خلاص يا دكتور خالد اخوان بشمع المجلس العسكري كويس يا دكتور خالد لو سمحت اكمل فانت النهارده نحن في هذا النفق المظلم بسبب التيار الديني داخل المجلس. غير صحيح. اول شيء دي واحد، انت النهارده عايز تتمسك بقانون غير دستوري، دي واحد. انت تعلم انت سيادتك قلت ايه؟ انت سيادتك دلوقتي حالا قلت ايه؟ قلت قانون مسلوق ومدلوق وبتاع. انت اللي قلت بنفسك اما تقول لي قانون مسلوق سلقته ليه؟ وعايز تتمسك بالمسلوق ليه؟ حضرتك معترض على الوقت؟ نحن خليه كامل الجمله يعني فعلا. الحته دي مهمه جدا. احنا كل اللي احنا فيه ده دلوقتي، وعلى فكره نحن معرضين لاعاده انتخابات رئاسه الجمهوريه مره اخرى، خلي بالك لان الناس تكون فاهمه غلط. نجح شفيق واتعزل، هتتعاد الانتخابات. نجح الدكتور مرسي وشفيق اتعزل، هتتعاد الانتخابات. فاذا احنا النهارده ما احناش مدركين المصيبه اللي احنا فيها من قانون مسلوق واتجاهات وخوف. انت خفت من عمر سليمان ليه؟ وخفت من شفيق ليه؟ ووصلت الناس لانك ضعيف ولانك تخشى ولانك مش عارف ليه اللي تظاهر ضد عمر سليمان جميع القوى السياسيه في مصر. انا كلام كتير بس انا معايا ناس محترمه جدا مش قادر اتغول عليهم. يلا استاذ وائل. اولا انا مش شايف ان احنا في ازمه ولا في نفق مظلم. في الحقيقه احنا في ثوره بتسير ضد كل القوى التي تعطل هذه الثوره، بدايه من المجلس العسكري وحتى الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين عطلوا الثوره، شاركوا فيها حتى تصوروا أنها غنيمة وتصوروا. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن الفرقة والكلام حوالينا الوحدة هذا كلام قديم وعقلية قديمة تماما. الثورة قامت من أجل قبول التعدد السياسي. قبول التعدد السياسي أننا هنا. لكن هذا الكلام حوالين أن الناس اتفرقت، الناس اتوحدت. التوحيد هو نموذج مرفوض سياسيا. لابد أن أفرق. لابد أن أقدم مرشح. أنا بس عايز أكمل كلامي بقى. أنا مش عايز الديمقراطية توصل الإسلاميين لأي حاجة. ده كلامك، ده كلامك مش أنا لا بس أنا بتكلم على كلام. بتقولهم الإسلاميين لو وصلوا هيسيبوا الحكم، مش عارف متسيبوا. فكرة التعدد السياسي. المشكلة ليست في وصول الإخوان المسلمين ولا التيار الإسلامي للحكم، المشكلة ليست هذه، المشكلة في تلوين الدولة بلون واحد. لو أنت اتفقت معايا أن الجميع، أن التعددية السياسية مطلقة في مصر، أنت بتتكلم خد الحكم عام 20 سنة، خد الحكم زي ما أنت عايز. لكن أنت تريد أن تلون هذه الدولة التي ليس من حقك تلوينها بلونك السياسي. وهذا أنا أريد ولا قلت؟ بسأل. أنا بقول هنا، أنا بتكلم على التاريخ. قلت ولا أريد؟ قلت وتريد وفعلت. مين اللي قال واللي قال فيه؟ لا قلت. مين اللي قال؟ أن تعلن أن مصر سيتم فتحها الإسلامي، أنت هنا تلون الدولة بلونك أنت. وعندما تطلع النهاردة بتتكلم على أن من حقك ومتصور أن مرسي لما يجي يطمني أنه مش هيحاجب الستات، ليس من حق الدولة التدخل في حريتي الشخصية. الحرية الشخصية هي حرية مقدسة وحرية مطلقة. أنت بتتكلم على 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 مين اللي عطل الثورة؟ الثورة هي تعطلت. أن شفيق جاء بنتيجة تعطيل الثورة. أنا ضد شفيق وضد مرسي لأنهما وجهي الدولة الاستبدادية. مش أنا هنا الإخوان المسلمين على عيني وعلى رأسي، السلفيين على عيني وعلى رأسي. أنت بتتكلم على تيارات عطلت الثورة ومارست التسلط وهي ما زالت في السلطة التشريعية. وصفت الثوار بالبلطجية لأنها اختلفت معهم. ما بالك أنت لو أنت خدت السلطة التنفيذية. أنت بتتكلم على التعدد السياسي والحرية الشخصية هي أساس أي دولة ديمقراطية.
الديمقراطيه القوه دي كلها لملايين دي كلها انا بتكلم انا هنا انا لست سياسيا انا بتكلم انا بتكلم هنا ايه من لا يحترم التعدد السياسي من لا يحترم الحريه الشخصيه من يتصور ان الحريه الشخصيه هي منحه يمنحها الحاكم هو ضد الثوره ماشي مين اللي قال كده؟ مين قال هذا التصور؟ الراجل طلع بيطمن تساؤلات بتطرح حضرتك متحدث باسم مرسي؟ اسمع لا انا متحدث انا بكلم حضرتك انت ماشي انا بكلم كمتحدث باسم نفسي باسم الجبهه السلفيه التي انتمي اليها نحن شاركنا في محمد محمود وفي رئاسه الوزراء وفي كل الاحداث شاركنا فيها كجبهه سلفيه وتوصفت ان انت بلطجي وصفنا ان احنا بلطجيه وعملت ايه؟ انا عملت ايه؟ اقرا مقالاتي على لا انا بقول لك انا مش بتكلم يا دكتور خالد حضرتك بتتكلم على الجبهه السلفيه فانا بقول لك انت عملت ايه؟ تعاملت ازاي مع الاخوان المسلمين؟ بصيت عليهم ازاي هم بيقولوا عليك كده في الاخوان يقول هو هنا يثير نقطة مهمة جدا مسألة يعني انه ما فيش بقى منحة في الحرية الشخصية دي لا تمس شرعي احنا هجيش انا اقول لكن لما الراجل يطلع يطمن يا استاذ جمال هو. ويقول انا مش هعمل ومش هعمل وبيطمن مش هقصف قلم نعملها بقى صار طريقة ولا نقول له طبعا طبعا لان ليس من حقه اصلا لا يا استاذ وائل هو لم يقل ذلك لان ده من حقه هو قال ذلك لان انت اطرح عليه من وسائل الاعلام كثير جدا بيقول لك ده هيقصف الاقلام فطلع قال لن اقصف الاقلام هو يجيب على سؤال انا هتكلم بقى يا اخي ما نقعدش احنا ما نعملش انا بس عايز اعمل مقطع دكتور عايز اعمل مقاطعه صغيره من يرفض لا من يرفض مرسي لا يقبل شفيق ليس معنى قبول رفض مرسي ليس معنى رفض مرشح لإخوان المسلمين انا ارفض ان يكون مرشح لإخوان المسلمين هو مرشح الثوره لا الثنائية فرضها للثلاث والصناديق يا استاذ يا دكتور كلاما متزلا الثنائية فرضها الصناديق انا هقول لك ليه فرضتها الصناديق انا بس عايز نقطه بس ليس معنى انا ارفض شفيق شفيق الذي يحاول إعادة نظام مبارك ويتيح للعصابة التي كانت تحكم مصر بالعودة ليس معنى أن أرفض شفيق أن أرفض مرسي أن أقبل بشفيق مرسي هو ليس بالنسبة لي من يختار مرسي فهو حر لكنه ليس مرشح الثورة هو مرشح الإخوان المسلمين بس أنا ليا جملة أعتبرها في تعليق هنا وفي تعليق يا دكتورة يعني بس أقول لك تعليق علشان نقول ليه أصل إحنا مش مجرد افتراض إحنا ما بنفترضش يعني الدكتور يبقى كلامه صحيح تماما وأنا انضم له تماما لو إننا بنفترض مجرد افتراض نظري إنه التخوفات دي مجرد افتراض نظري عندنا ان هم هيصادروا الحريات وانهم بتاع ده افتراض نظري لا انا عايز اتكلم عمليا حصاد 14 في السلطه التشريعيه عملوا فيها ايه انا بتكلم هنا بصفتي عضو مجلس نقابه الصحفيين يعني معني باللي انا هقوله فورا دلوقتي لا يكاد يمر يوم واحد والا هو راجل صحفي وكاتب ويعرف هذا وكل قراء يعرفوا هذا لا يكاد يمر يوم واحد الا نسمع عن مشروع قانون لتقييد حرية الصحافة ويقول لك الصحافة خرجت عن حدها والإعلام خرج عن حده أو محاولة مصادرة حريات اخرى حريات طلع قانون لمنع الحبس للصحفيين النهارده يا جماعه بس مش عارف مش لا ممنوع من زمان وسحره فرعون واحنا سحره فرعون ده ايه اعلى المراجع مش واحد ماشي في الشارع ده المرشد العام يقول هذا سحره فرعون هذا هو ويرجع يعتذر شكرا انك اعتذرت لكن انت كشفت عن نواياك فعلا بل كشفت عنها بطريقه عمليه القضيه مش الثوره دي مش فقط مظاهرات مش كل اللي شارك في المظاهره هو ده الثوره المخلص لا هي الثوره انا محتكرها مش كل اللي شارك هو اللي محتكرها بس لا المخلص لاهدافها يا دكتور المخلص لاهدافها بتعرف عن قلبه مش المخلص لاهدافها بالعمل بتعرف المخلص ازاي حضرتك بالعمل انا قلت لك كلام عملي حضرتك عملته عشان تبقى مخلص انا قلت لك كلام عملي ايه اللي حضرتك عملته عمليا عشان لا لا انا عملت كتير لا يعني كنت سالت انا شخصيا حضرتك اكتر منك يا دكتور مين قال لك انت تعرف اللي انا عملته منين بس انا مصر كلها عارفه اللي انا عملته لا بس كان في ناس قعدوا وقت مباراه 30 سنه من النخبه الملمعين اعلاميا وكنا احنا في السجون بقول لك عملت اكتر من كده لما تقرر ان تتحدث خارج الحقيقه سهل سهلا في عهد النظام يعني لا ده انا كمان اكتر من كده ودافعت عن حق الاخوان المسلمين بالحق الجماعات الاسلاميه كتابات احنا مش بنقول لما تتكلم مع ذلك
هو ده حتى لا يخرج اما اتكلم على الاخوان ان هم كانوا احنا احترمنا وناشدتنا ان انت رافض المقاطعات ماشي يا ايه في حوار يا مقاطعه احترمناك واحترمنا حقك ارجوك احترم نفس القاعده بالنسبه للاخرين ماشي بس عاوز برضه الوقت عشان نتكلم برضه ناخد وقت ما هو حضرتك مش هتدير الحوار برضه لا ما انا مش جاي كومبارس برضه انا هرد اخد وقت سيدي انت لست كومبارس انت على دماغنا حضرتك اللي هتقوله هرد عليه ليه حق في الرد عليه حضرتك ما تقاطعوش انا منعتك ممكن ما تقاطعوش بقى ما دام انت طلبت عدم المقاطعه انا هقول لك ما تقاطعوش نتحدث عن اولا بس ما هتتكلم ما حدش هيبقى ليه حق الرد ليس عيبا ليس عيبا ليس عيبا في الديمقراطيه انا كان نفسي يبقى في حوار انت اللي رفضت ليس عيبا ان نتبادل الصراع بكل الطرق لكن في اطار متحضر وبادوات الديمقراطيه يعني مش عيب ابدا ان انا اقول ان انا ضد الاخوان ايه ما هو الديمقراطيه معموله ليه عشان الاخوان يبقوا ضدي وانا ابقى ضدهم ونتنافس بطريقه شريفه وسلميه وحضاريه من اجل الوطن هل في مانع من هذا مفيش مانع فمش عيب بقى ما حدش يقول لنا اتحدوا بقى هو انتوا لانكم مش متحدين وانتوا عشرات يعني مثلا الدكتور قال انه المجلس من ادار هو ما يرضيش يقول المجلس العسكري انا هقول المجلس العسكري مرضي مين اللي قالك انا ما رضيتش اقول خلاص يبقى انت طبعا مش متابعني بس يبقى تابعني وتابعني طيب خلاص خايف المجلس العسكري لا دلوقتي عايزين نرجع للموضوع الذي بقي 13 شهرا في حضن المجلس العسكري هل القوى الليبراليه ما انا اللي كان بيعملوه الوثائق الحكمه للدستور وكان بيعملوه هم القوى الليبراليه ما كانتش القوى الاسلاميه طب نتكلم ولا بلاش سيادتك تتكلم وخلاص اتكلم ارد على حضرتك يعني ارد بعد ما اخلص ارجوك انت اللي انت وجهتنا التوجيه ده واحترمناه بس ما ياخدش الحلقه كلها عشان برضه اعرف وبعدين يتقال لي دلوقتي خلص لا وبعدين يعني استاذ نبيل الكبير ده انا هختصر مش يعني يا دكتور معانا الاستاذ نبيل زكي قاعد من الصبح ما اتكلمش انا هختصر من اجل المشاهدين في هناك ألف دليل عملي مش كلام فضلا عن الكلام فضلا عن التصريحات والمواقف اللي كل يوم بنسمعها ونسمع عكسها والكذب اللي بقى حلال في عرف بعض الناس كل هذا يشككنا كل هذا يشككنا في ويشككنا بقوة في مدى الالتزام هذه القوة التي تريد أن تصعد وتأخذ كل السلطات في البلد مرة واحدة في التزامها باهداف الثوره ايه هم الالف دليل الالف دليل عايز بس 999 بس منهم انا قلت منهم شويه ومش هقول لك تاني وارجوك انت دور بنفسك على الادله هي الادله دي اللي خلت الشعب المصري في الشارع دلوقتي يقول لك عايزين اللي صوتوا الحزب الحريه والعداله هم اللي بيقولوا دلوقتي عايزين نصوت تشريع عشان نخلص من الاخوان بصراحه وبوضوح ومش نافع الانكار زي ما هو مش نافع الانكار في حقيقه كالشمس ان استخدام شراء الزمم والضمائر واستغلال بؤس اهلنا حقيقه لا يجدي مع كل الكلام الفارغ اللي ممكن نسمعه يقول لك ما تروح توديها للسلطات ما تعمل لها في السلطات والسلطات والسلطات عاميه وهي السلطات عاميه في عينيها لما تشوف مناطق بكاملها بتوزع في صحش الكلام ده بتقول عليه كلام فارغ ما صحش لا هو كلام فارغ لا ما انت اللي كلامك فارغ انت كلامك فارغ يا سيدي انا ما تفهمش يا استاذ نبيل يا دكتور خالد ما صحش كده لم يجدي التطاول حاجة تخرج عن سياق الكلام بقى سلم بها ان هذه كانت خطيئة في حق الشعب المصري وإهانة للشعب المصري اقول لحضرتك لاحظت حاجة إن يعني احيانا لما الحوار بيبقى فيه خلاف او اختلاف شديد بين الاثنين بنبتدي نقول لبعض انت بتتطاول وانا ما بسمحش واحترم نفسك يعني بنخرج بنعمل وصفت الكلام مش انا على اي حاجه انت طيب. انا على عيني وراسي استاذ نبيل عايزين مناقشه حلو عليك في الفسحه دي حلو عليك في الفسحه دي في الفسحه عايزين نسمع جمال فهمي ده مش اي حد ده من اكبر صحفيين مصر ومن اعظم الناس دلوقتي استاذنا الكبير نبيل زكي على فكره حضرتك اللي عامل المشاكل دي كلها لكن دافعنا عن حق من يختلفون على فكره بقى عشان نعرف نتكلم استاذ نبيل زكي هو اللي عامل المشاكل دي كلها على فكره متى تضامنتم مع اي حد غيركم؟ انا تضامنت تضامنت مع البنت اللي كشفت في التحرير وانا قدامها سلفيه تضامنت مع محمد محمود وقتلنا معاه اخوان متى تضامنوا ماليش دعوه ماليش دعوه دلوقتي بالاخوان انت دفعت عن الاخوان متى برد عليك قول لي متى برد عليك الاخوان تضامن في ثوره 25 يناير وفي موقعات الجامعه تضامن قبل الثوره من تضامن معنا قبل الثوره من تضامن معنا قبل الثوره تضامنا مع الثوره شيء ولي التضامن ده مكتوب في الصحف
مكتوب يا واحده أما. ممكن استاذ خالد بيقول لك احمد سالم من شباب الثوره بيقول لك من فضلك احنا كنا في الميدان والثوره وثوره الثوار وانت ما كنتش معانا في الميدان. هل ده صح؟ كلامه غير صحيح. طيب. يبقى هو ما نزلش بس طيب. لا طيب. هو بيقول انا نزلت موجود الصور والفيديوهات بتاعتي في ثوره 25 نميل زي عايزين نعمل مشاكل ثانيه. احنا كنا بنمشي سنه 84 تذكر مليون سنه 84 احنا كنا بنمشي نقطة نظام نهم الاسكندريه بتقول انا ماليش دعوه باي فلوس. انتخبت شفيق يا دكتور خالد لو سمحت ما تعممش معلوماتك وسيبوا الشعب يختار وصدقوا ان في ناس ملهاش احزاب ومش بتستخدم السكر والزيت عشان احنا بنعمل دايت. جميله يا نهم. ايضا استاذ نبيل في سؤال هنا بيقول نضمن منين ان الاخوان المسلمين احنا لو شفيق دخل عارفين ان احنا هنعرف نمشي بعد 4 سنين، نضمن منين الاخوان المسلمين ان هم هيمشوا ازاي؟ السؤال ده بعد 4 سنين ولا 6 سنين؟ انا عايز اقول حاجه، انا في وجهه النظر السلفيه دي متفق مع نقطه اساسيه فيها ودي ما تستغربيش يعني. الكلام اللي قيل عن دلوقتي يا استاذ نبيل الكلام اللي قيل عن انه الناس اللي طلبوا من الدكتور محمد مرسي يتنحى هو قال انه ما كانش يجب الكلام ده يقال، انا بتفق معه في هذا. وبعتبر ان اللي راحوا يعرضوا على الدكتور محمد مرسي التنحي ما عندهمش خبره سياسيه كافيه. لانه هم اللي طلبوا هذا الطلب لا يعرفوا انه داخل جماعه الاخوان النقاش يدور حول ان هذه فرصه تاريخيه لن تتكرر للتمكين. وبالتالي حكايه تنحى يا دكتور مرسي دي فيها قدر من عدم المثاليه او المثاليه الرؤيه الخاطئه من عدم المنطقيه والعقلانيه اصلا. فالمهم في الموضوع ده ايه المشكله؟ لا عدم المنطقيه والعقلانيه. انا دايما اقول الاول على الفصل اتنحى عشان العاشر يطلع الاول. يا دكتور انت بتقاطع استاذ جمال بيقاطع. لا لا انا اسفه يا استاذ عشان بس المشوار اتفضل ما تقاطعوش اتفضل يا حبيبي طبق القواعد عليا انا بس خلي بالك. لا انت اللي استاذ جمال اتكلم دكتور خالد انا عادله جدا على فكره. حضرتك طلبت عدم المقاطعه وقلت لك خلي بالنا حوار قلت لي لا سيبوني اتكلم. لا اصل الحوار ما تضيعش الحلقه في الكلام. اتكلم قبل 4 وبعدين الحوار ده جه لما انا اتكلم. اتفضل يا استاذ نبيل. مش هينفع كده اتكلم قبل 4 لما جيت اتكلم قلت انا لا اقوم امشي اسيب البرنامج اسيبه لك وامشي. براحتك البرنامج بتاعك. الاستاذ وائل قال كلمه بالغه الاهميه انا بعتقد ان يمكن من اهم الحاجات اللي قيلت. ايوه تعبير تلوين الدوله. بس انا عايز اطور اقول اكتر من كده. تعبير ايه؟ تلوين الدوله. تلوين الدوله تلوين الهويه. انه خلي بالك في الفتره اللي فاتت دي في ال 15 شهر دول او السنه ونص حصلت انهيارات كبرى في ادوات الدوله. لكن الخطر الاكبر دلوقتي انه في مطلوب من الجماعه اعاده تشكيل الدوله على صورتها. اعاده هندسه يعني اعاده تكوين الدولة بطريقة أخرى. وده يبان من إيه بقى؟ ليس فقط إنه الرغبة في الاستيلاء على كل مفاتيح السلطة وكل مواقع السلطة. رئاسة مجلس الشعب، رئاسة الشورى، رئاسة الحكومة، رئاسة الجمهورية، بحيث يبقى في حزب واحد ماسك كل السلطة. زي الحزب الوطني كده مكان ماسك كل المواقع ده اهي. وبعد كده هيعادوا لنا المحافظين على فكره والعمد واساتذه الجامعات الى اخره. لكن الاخطر من هذا ان بان من خلال المناقشات الاخيره بعض مؤشرات مهمه. محاوله مع القضاء والمحكمه الدستوريه العليا لالغاء القضاء الموحد بالظبط. محاوله لاحتكار الاعلام بنفس عقلية وطريقة وأسلوب الحزب الوطني من أيام السادات. كما نعرف جميعا المجلس الشورى اخترع من ضمن أسباب اختراعه السيطرة على الحصون. لا مش من ضمن أسباب القومية الرئيسي لا كان في سبب ثاني بس كان في سبب ثاني بس لا داعي لذكره لأنه هو إرضاء الناس اللي ما رشحهمش بمجلس الشورى. يقول له مخزن يقول له أنا مدخرك للشورى يعني إيه الهامش. أنت بتقاطعني دلوقتي خلي بالك. ما تقاطعوش. لكن المشكلة الرئيسية كانت إن ده يبقى إيه لافتة غطاء للسيطرة على الإعلام الإعلام الدولة الإعلام. وزي ما أنا قلت لك يا دكتور هلا في برنامج سابق
كان اللي بيحصل ايه؟ في حاجه في البنك الشورى اسمها اللجنه العامه، بيجي لها مظروف مغلق من رئيس الجمهوريه يفتحوه اعضاء اللجنه العامه. ايوه. وقررنا نحن رئيس الجمهوريه تعيين فلان رئيس التحرير جريده الاخبار. ايوه. قرار تعيين فلان رئيس مجلس اداره الاهرام وهكذا. المفاجاه بقى انه الاكثريه في الشورى عملت نفس الاسلوب. بدلا من انه يقولوا ايه تعالوا نحرر الصحف القوميه دي، نحررها ازاي؟ نحولها لمؤسسات اقتصاديه يبقى في اسهم نملكها لمحرريها وعمالها وموظفيها عشان يبقى قرارهم وحد اقصى لملكيه الاسهم عشان مفيش حد يسيطر الى اخره. ده اللي كنت اتصوره وده التفكير الثوري. انما ناشئين على نفس الطريقه. ايضا منهج وعقليه وطريقه تشكيل الجمعيه التاسيسيه للدستور للهيمنه على عمليه وضع الدستور وصياغه كل ماده من المواد، حتى رغم قرار القضاء الاداري في محاوله للالتفاف عليه واضحه لحد امبارح. بس طبعا ليها سبب. دي اخيرا الازهر. ايه قانون تنظيم الازهر ده لما تشوفوه؟ وليس الازهر هو المرجعيه الدينيه الوحيده. ايوه. الله، ازاي ليس المرجعيه الدينيه؟ ده احنا بنفقر بالازهر امام العالم. ايوه. واخد بال حضرتك؟ فاذا هنا في تشعر بتوجه للسيطره على كل والغاء شيخ الازهر وتحويله الى هيئه العلماء. هم عايزين يشيلوه. عايزين يشيلوه لان هم مش عاجبهم، عايزينه بالتعيين مش بعد وثيقه الازهر. لا قال لك هيئه علماء. بالظبط. ويشيلوا كلمه شيخ الازهر. انا رايي انها رائعه وتاريخيه وتنويريه. ازهر. وبعدين هو انا حضرت الاجتماع فكان في بعض انا قريت ان حضرتك اصدقائنا السلفيين اعترضوا على حاجات في الوثيقه بينها تعبير الشيخ الازهر بتاع ايه؟ المبادئ الكليه للشريعه. قال له ما فيش حاجه اسمها المبادئ الكليه. مبادئ الحاكم الشحات اعترض في وجود انا في الاجتماع. عصام دربال اعترض على حكايه لاول مره اسمع اعتراض على الوثيقه من ناحيه ايه؟ انها كان لازم تعرف مصر بالسلب. يعني انت تقول مثلا مصر مفروض كذا، لا هو بيقول لك مصر ليست ايه؟ ليست ايه؟ ليست دوله علمانيه. فالراجل شيخ الازهر بص للسماء كده الله يسامحكم. فده حصل قدامي، ما حدش حكى لي. انا اللي عايز اوصل له ايه بقى من هذا الكلام؟ انه المشكله احنا مش ضد اراده الناخبين، ولو الناخبين جابوا اي حد سنعترف مقدما وسلفا طبعاً بالنتائج زي ما اتفقنا قبل كده طبعاً. لكن انا واجبي كسياسي او مشتغل بالعمل العام ان انا انبه المواطنين الى خطر استغلال الدين. احنا كلنا متدينين ومصر عرفت التدين من قبل الاديان وعارف توحيد وكل الكلام، مش مستنين حد يدخلنا الدين او يعلمنا الاسلام. لسنا في حاجه الى هذا. احنا متدينين ونعرف ربنا وعارفين ايه الخطا والصواب. انا بعتقد انه حان الوقت. بس استاذ نبيل حاجه انا هستاهل ان انا الاحزاب الدينيه ما خدوش خبر انه عمرو بن العاص دخل مصر من اكثر من 1400 سنه في اعاده فتح مصر. متصورين ان هم لسه هيفتحونا. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه هنا دلوقتي حالا يا دكتوره هاله، حاجه غريبه جدا. تفكير يعني مش متمشي حتى مع الجماعات الإسلامية في دول عربية أخرى. يعني أنا مثلا غنوش أنت عرفت طبعا هذا مش خبر جديد عليك، قال أنا يهمني وحدة الشعب التونسي وحتى لو ما تحطش الشريعة في الدستور مش مشكلة. وده راجل رئيس حزب النهضة الإسلامي. أنا قريت بيان للإخوان المسلمين في سوريا الدباجة بتاعته تتغنى بالدولة المدنية. هنا باجي اناقشهم يقول لا اصل المدنيه دي تثير شبهه انها دوله علمانيه. يا جماعه لا، وبعدين العلمانيه ده انتم مش عارفين يعني ايه بتعرف الى اخره. دكتور خالد عمل كل عمل كل الحلقه ضد الاخوان المسلمين في الحقيقه. انا بالعكس انا قبل ساعه الا ربع كانت كلها ضد الاخوان المسلمين. لا شوف بقى انصافا للسلفيين، هم خدوا موقف محترم عندما اعلن سعد الكتاتني انه اجازه للمجلس اسبوع بان ولا ايه؟ فض الدور تعليق. فهم رفضوا تعليق التعليق اللي كان هم رفضوا للامانه. دي اول وكان ده موقف تاريخ يعبر عن استقلاليه. بس التعليق نفسه كان ساعه الانتخابات كان لازم دكتوره انا هقول لحضرتك بعدين اسئله كتير. هقول للدكتور خالد حاجه واحده بس. هو الدكتور خالد بس ممكن تقول له بعد الفاصل. بعد الفاصل الاستاذ
بعد الفصل. شوف انا هو في حاجات دكتور محمود عبد المحسن بيقول في كتلة ربع حجمها كبير تساوي تقريبا كل اللي صوته. بتسألك يا أستاذ نبيل, بتقول أرجوك واسألوا أستاذ نبيل, إحنا القوة الثورية نعمل مجلس رئاسي, هل ده وارد ولا لا؟ معقول نناصر وناس ضد الأزهر الشريف؟ ده بيغضب بعض المشاهدين. يعني كنا توقفنا عندك يا أستاذ. أنا بس كنت الدكتور خالد برضو علشان يعني معلش عشان أنا أقوله بس في كلمتين. هو أنا يعني لاحظت بس أن حضرتك حللت لنا الكتلة بتاعت شفيق وما حللتش الكتل التانية, كان لازم نتناول. وفي غلطة يعني أنا عايز أقول أن 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 التيار الديني النهاردة بيقول أن المسيحيين أدت للفريق شفيق. أقول لحضرتك معلومة أنا أعلمها جيدا وأكيد عندي رموز مسيحية كبيرة كبيرة لم تتوجه لشفيق, بل بالعكس. يعني أنا عندي رامي لكح وشريف دوس أدوا للدكتور لحمدين صباح, ما عارف قلت كده, ومايكل منير أدى لعمرو موسى. طب أقول لك بقى الأغرب والمفاجأة ومعلومة موثقة, إيه رأيك إن رامي لكح وشريف دوس هيدوا لمحمد مرسي؟ ده منتظر منهم. انا بقول لك اهو معلومه على الهواء. فاحنا النهارده جورج اسحاق وامين اسكندر من غير ما تقول لي يعني الاخوه المسيحيين, يعني الاخوه المسيحيين هيدوا لمحمد رامي لكح. لا لا يعني انهم متنورون الاخوه المسيحيين دوس هيعطوا اصوات الاخوه المسيحيين على لسان. لم يوجهوا ككتله لم يوجهوا ككتله لاحمد شفيق على الاطلاق. وكلامكم في ان انتم عمالين تشحنوا المسيحيين ان انتم اديتوا شفيق وعلى غرار الواقع بتفيد والفريق احمد شفيق لان هم كده 100% هيدوا. ده كلام الاعلام مش كلام انا. انا بقول لك اهو يعني دي معلومه انا بقولها لك, انا بقول لك معلومه موثقه من ناس قريبين مني اصدقائي. انا استثنيت وتوجههم ايه في جزء منهم. فاذا النهارده هذا الفصيل رجاء نحافظ عليه لان اللعب في المربع ده في منتهى الخطوره. ده جزء من نسيج المجتمع ما نقدرش نكومه ونحطه في حته لان هم ناس وطناء شرفاء لهم راي حر ما بيوجهوش. انا موافق على كلام حضرتك تمام, بس انا عايز اقول حاجه. دي حاجة. انا بقول ان لو حصل ان هذا التوجيه كان صحيح عشان ان لو حصل بس ان التوجيه ده كان صحيح هو ده اللي هيمزق الوطن. مش كلامي انا بقول الاعلام قال كده. ومش عايز استثنيت ان في ناس حامدين لان انا اعرف ذلك. ومش عايز حضرتك نمسك 5.5 مليون نقول هم جم ليه ونحسبهم شتات, ده دول مش عارف ايه ودول لا. يعني الكلام ده مش مظبوط وقراءة قاطئة, وارجو الا يقال لان دي اهانة للوطن واهانة الملايين في الوطن. بعد اذنكم محدش يقول الخمسة مليون خمسة مليون اللي توجهوا للفريق شفيق وطنيون طبعا ويصوتوا ولهم حقوق ولا تنكروها عليهم على الاطلاق, ولا تصنفوهم مسيحيين ولا وطني ولا انت بتحللوا احمد شفيق ليه؟ طب ما حللتش حمدين صباحي ليه؟ طب ما حللتش ابو الفتوح ليه؟ ده هم كلهم بينهم وبين بعض ارقام بسيطه. عندهم 5 مليون ما كانوا دخلوا البرلمان. والفلول لو عندهم 5 مليون كانوا دخلوا البرلمان, ولو عندهم امكانيات كانوا نفسوكوا. دي حته. الحته الثانيه برضو لو ما عندهم امكانيات حته اعاده استاذ جمال لو سمحت بس والله اقول لك على حاجه. انا برضو لازم كلنا نبقى مؤمنين ايمان راسخ بالصلاه ومؤمنين ان مش 5 مليون عندهم امكانيات الفلول اللي عندهم. لازم نبقى مؤمنين ان الصلاه 5 مليون دول ايمان راسخ وان الثوره مستمره محدش هيقدر عليها ولا حد هيقدر يعيد النظام. لان الثوره ناجحه ومستمره لا احمد شفيق هيقدر يعيد النظام ولا غيره هيقدر يعيد النظام. فالحته دي احنا مش عايزين برضو ان الاخوان طول ما هي قاعده تعمل لنا فزاعه من احمد شفيق. لا ده احمد شفيق ده حسني مبارك, لا احمد شفيق هيطلع حسني مبارك. انا اقول لكم بقى على حاجه, اقصى واحد هيبقى على النظام وعلى فلول النظام احمد شفيق لانه متهم من قبل ما يقعد, فلازم يثبت العكس. ده وعد وده رايي. لا ده رايي تحليل مش وعد, ده رايي. انا بس عايز اسال سؤال. اتفضل. هستغل المشاغبه مع حضرتك واسالك ليه حزب التجمع اعلن تأييد احمد شفيق؟ ما اعلنش غير صحيح. لم يعلن. لا ما اعلنش. لا لم يعلن. خلاص. انا بس طيب
مش هيعلن. احنا عايزين نسال انه طبعا انا قلت انه الدكتور مرسي قال انتهى عهد الفرد وده المنشط الرئيسي في الاخبار وبيقولوا المرشح الرئاسي يخطب ود الكل بعشرة تعهدات. وايضا الدكتور مرسي تعهد بتحويل منصب الرئيس. نعم الحوار القديم بتاع مرسي ايوه اللي هو كان بيقول فيه ايه عكس ده قمنا بالتنسيق مع الدكتور حمدي السيد. طب معقول انا بس عايز تقول ايه تقول. انت كفايه قلت الكلام ده كتير. لا قول قول اتفضل. لا والله لا انت قمنا بالتنسيق مع الدكتور حمدي السيد لانه رجل له اداء طيب ونحن نرحب به لكن مرشح الوطني يقولون اننا جماعه محظوره اذا نكلم مين وهل طلب احد منا شيئا ولم نفعله. ده الحوار بتاع المصري اليوم اللي حضرتك ذكرته بتاع 25 نوفمبر. أيوه. نحن نقدر هذه الامور تقديرا جيدا ونقدم رموز الدوله. ايوه ها أيوه. ومش عارف المهندس احمد عز نحن قدرناه الدوره السابقه وسحبنا ابراهيم حجاج مرشح الاخوان دي كانت ايام يعني حلوه يعني سحبوا. والدليل ان دكتور زكريا عايز مرشح الوطني في زيتون نحترمه ونقدره فهل معنى ذلك اننا غير قادرين على ترشيح احد امامه؟ لا نحن قادرون ولكننا نحترمه ونقدره. ومحدش كان بيرشح احمد شفيق ليه؟ يعني شفيق ليه دخل في السياسه كده؟ يعني ليه احمد شفيق دخل الان السياسه؟ عايزين نسال سؤال. يعني لماذا احمد شفيق؟ انا بعتقد ان احمد شفيق لان ليس له في السياسه. هم سهل التكتل وراه. احمد شفيق ليس له علاقه بالسياسه له علاقه بالسلطه خالص. لا علاقه بالسلطه احمد شفيق لا شيء بدون السلطه. عايز اقول لك على حاجه انت لازم تلاحظها لازم نلاحظ زياده بسرعه في سطر واحد اتفضل. كمان ملاحظه ثانيه غير الملاحظه اللي قالها وائل ان الفريق احمد شفيق كان يقدم في مرحله اول ما جه رئيس وزراء وبعديها بشويه الدكتور احمد شفيق يقال انا ما اعرفش اذا كان خلال الدكتوراه ولا لا كان دايما أيوة. دلوقتي تركيز شديد على الفريق احمد شفيق ويغازل ويخاطب شعور ما عند الناس اللي هم نجحوا في انهم يعملوه ده احنا اللي هيلم البلد دي والفريق دي فريق راجل قوي مش عايزين نقول الخطه الامنيه اللي المفروض تطبق في يعني دي ملاحظه مهمه جدا يعني ان هو كان يقدم انه الدكتور لما كانت عناوين المرحله الدكاتره يا وائل يعني وقت لما في بدايه الثوره كان العنوان المفضل للمرحله هو الدكاتره طبعا يعني الدكتور ابو الغار كنا عيالين دكتور علاء الاصواني دكتور فكمان الدكتور احمد شفيق الدكتور البرادعي فيقدم كان وقتها احمد شفيق مع حفظ الالقاب بانه الدكتور احمد شفيق الان الفريق انا بس انا كنت عايز اقول لك ساعه الحوار ده بالظبط اللي هو كان في نوفمبر 2010 كانت مصر في واحده من ازماتها الكبيره اللي انا برضو بصمم واقول ان الثوره ليست ازمه، الثوره هي اعاده بناء نظام جديد طبعا. وهذا يتطلب اليات ثانيه احنا مش متعودين عليها، يعني اليات مفارقه للاليات الطبيعيه. في وقت هذا الحوار انا ليه ما سالت سؤال ان احمد شفيق ليه بيترشح دلوقتي؟ في وقت هذا الحوار تم طرح اسم الفريق الدكتور احمد شفيق باعتباره مرشح ما لانتخابات الرئاسه الجمهوريه. تم ان هو باعتباره ان هو تم تسريب اسمه باعتباره المرشح البديل لجمال مبارك. انه يعني ده اللي انا عايز اقوله ايه؟ انه احمد شفيق من زمان هو مرشح اجهزه ما مرشح هذه الاجهزه، لا مرشح رئاسه. انا بتكلم على تم طرحه واتناقشنا انا كتبت مقال عن ده انا كتبت مقال عن ده في نفس الوقت ده. انا بقول لك كتبت مقال عن ده في نفس الوقت ده كانت احدى الازمات اللي كانت احد الخروج منها قال لك ان احمد شفيق يعني الناس الجيش بيطرحه او الاجهزه بتطرحه كبديل لجمال مبارك كبديل لمشروع التوريثي. احنا عايزين نسال الاساتذه لانه ده مؤتمر مهم يعني اتكلم فيه الدكتور مرسي النهارده تعهد بتحويل منصب الرئيس لمؤسسه رئاسيه تشمل عددا من المستشارين والنواب للاستفاده من خبراتهم وكفاءاتهم ومن بينهم حتى المرشحين الخاسرين لافتا الى ضمان. انا مثلا هو ده اختراع دي واحده بس خليني اكمل الخبر لافتا الى ضمان وجود الاقباط ضمن المؤسسه وتابع في المؤتمر الصحفي ان انا عندما اكون رئيسا فلن يكون فرد اسمه الرئيس لكن ستكون جماعة. مؤسسة لها نواب ليسوا من النواب والإخوان المسلمين أريد مساعدين
قادرين على إعطاء الخبرة التزاما وليس تشاورا ومستشارين في كل المجالات السياسية. يعني هو هنا أكد على فكرة أن ما فيش فكرة الفرد انتهاء عهد الفرد. أنا مش هكون رئيس لكن هكون هناك مؤسسة رئاسية. يعني أنا بس عايز أقول حاجة الأستاذ نبيل وبعدين هنمشي كده بالدور بقى. هذا الكلام لا يساوي شيئا ولا قيمة له، لانه هذا الكلام اللي حدده دستور مش هو. ما عندناش دستور بيقول ان في مجلس رئاسه. واذا هو عايز يعمل مجلس من المستشارين والمعاونين والمساعدين بلا سلطه، يعني ده السلطه لازم يتنص عليه في الدستور طبعا. لان ما فيش حاجه اسمها دلوقتي عندنا مؤسسه رئاسه. وبالتالي عايز اقول لحضرتك طب هو حاجة باختصار، يعني الراجل هيقول برنامجه ازاي اذا كان ما عندوش دستور؟ في كلمه واحده باختصار ما هو ده حصل مناقشات برضه في اجتماع الجبهه الوطنيه من امبارح. كان في اقتراحات عديده، مطالبه مثلا الرؤساء او الاثنين المرشحين عشان نشوف موقفهم ده مثلا فريق رئاسه ده. كان اجماع الاراء انه لا قيمه الان لاي وعد او تعهد يقدمه اي مرشح طبعاً. لانه هذا الكلام لا يساوي شيئا بعد ما ينتخب خالص. السلام عليكم خالص. شكرا متشكرين. لكن انا عايز اضيف حاجه ثانيه. سعيكم مشكور. اتفضل يا استاذ جمال. زمان مغفور. انه انا مش فاهم مرشح رئاسي معه برنامج يعني ليس ما فيش دستور حتى بيقول ماشي، لكن هو في رئيس في الدنيا ملوش مش حتى الفرد اللي هو كان يعبد، يعني يقول لك عباده الفرد. ما هو حسني مبارك كان ليه مستشارين وكان ليه مساعدين مظبوط وكان ليه كل حاجه، وفي الاخر جاب نائب الاستاذ عمر سليمان والاشياء دي. مش حصل ده بل ولا ايه؟ ف يعني لا جديد، يعني ما معنى هذا؟ لا يغير هذا القضية الأساسية. ما هو برنامجك؟ ما أنت قلت كده وقفت كده وقلت لن يقوم قائمة لهذا البلد إلا بالشريعة وإلا هذا هو برنامجك. ونحن نسير على طريق إقامة وإقامة الحكم الخلاف هذا هو برنامجك. ما المجدي في إنك تروح تجيب لي تجيب تعال ما أنت طبعا هتحتاج مستشارينك اللي يساعدوك على إنجاز برنامجك. هذا ليس عيبا لكن قول الحقيقة. يعني هي المشكلة دلوقتي الناس فاهمة السياسة بمعناها الابتزاز. ما حدش حد يقول حياه في الانتخابات لا هو ولا شفيق ولا حمدي ولا اي حد. لا يعني في حاجه يعني انا عايز اقول لا التعميم خاطئ كمان يا وائل، لانه هو المشكله هي ايه؟ الحقيقه هي انك تقول برنامج انت ملتزم بايه؟ وتظل لغة واحدة. مش ممكن النهاردة بلغة وبكرة بلغة صحيح. والمرشح الاول سايز ده اللي بيصلح لكل المقاسات ده مش موجود في الدنيا ولا هو ولا قابل للوجود. يعني في يعني وانا رايي ان المرشحين الاول سايز دول خدوا يا عيني الم في الانتخابات دي بطريقه فظيعه جدا. الناس اختارت الاصل الواضح ايوه الدكتور مرسي الواضح الدكتور اللواء والفريق اللي مش عارف ايه احمد شفيق الواضح كل بتوع اللي هم فهموا يعني تزاكوا زياده عن اللزوم سابوا الرمادي وقدموا انفسهم باعتبارهم صالحين لكل المؤاسات التخين والرفيع والطويل والقصير. الناس عاقبتهم على ده يعني لا يا سيدي انا عايز اخد الاصل اختار فريق يا جماعه. اذا المشكله هي ايه؟ دايما الوضوح جوهر العمليه الديمقراطيه في الدنيا كلها الشفافيه والوضوح. ان انا ما فيش حاجه اسمها انا يسار ويمين ووسط ومدنيه ودينيه في نفس الوقت. طيب ما ينفعش عشان كده ما صدقش هذا الكلام. مش لاني رافض اصدق الدكتور مرسي. كلام الاستاذ جمال في الديمقراطيه مرفوض اي وصايه على الناخبين ومن حق الناخب ليس المواطن ليس فقط ان يختار ومن حق الناخب ان يخطئ دي الديمقراطيه وهيصلحوا بعد كده دي واحده فن من الاخوه اتقوا الله وكفى ظلما للاخوه انهم اشرف واكرم ناس وطول عمرهم يضطهدوا من كل الظالمين باذن الله دكتور محمد مرسي رئيسا لمصر. انا بتكلم يا وائل ما تكلمنيش وانا بتكلم على الهوا بيقولوا لازم ادي صوت الناس دعايه انتخابيه حسبنا الله ونعم الوكيل لا يوجد عدل في هذا البلد وفاء بتقول كده
نحن مش مرتشين ولا فلول، وأقسم بالله أنا وأسرتي لم يكن لنا يوما في السياسة، لكن في هذه الظروف يجب أن يتحرك كل مصري مخلص لإنقاذ مصر من المأجورين. سحرة فرعون دي ليك دي ولية. عندما عرفوا الحق اتبعوه، لكن أنتم تعلمون الحق وتتبعون الباطل، أنتم منافقون صحافة وإعلام. الحج حمودة محمد مرسي، ربنا يكرمك يا حاج. الله يخليك يا حاج، شكرا جدا على ادبك يا حاج. شكرا يا حاج. كفاية إنشا، ما هي مزايا الإخوان؟ سأل صحابين الرسول هل المؤمن يمرض؟ قال نعم. هل يخاف؟ قال نعم. هل يكذب؟ قال لا. إيه المنافق ثلاث، إذا تحدث كذب. آية المنافق ثلاث. قال آية المنافق ثلاث، إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. ده من زاهر. والله عايز أقول لكم أن أنتوا وصلتوا 5230 صوت دلوقتي. فاكرين لما وصلنا 70,000 في الاستفتاء الأولاني؟ عايزين نوصل المرة دي 100,000 بقى. فمش هقول لكم تفاصيل الأصوات، لكن هنسمع الدكتور خالد. اتفضل. أولا طبعا بشكر الأستاذ نبيل على أنه على عبارة قالها. قال أن شفيق إحنا لو انتخبناه يوصل بعد 4 سنين، هيتنحى بعد 4 سنين. أما مرسي لو انتخبناه مش هيتنحى. فطبعا قراءة الغيب دي حاجة كويسة جدا، وهذا التنظير الرائع للفريق الدكتور شفيق ده أنا بشكره عليه. طبعا تنظير ممتاز وفقا لتجارب الشعوب الأخرى. وفقا لتجارب على أساس أن الدكتور مرسي الشعوب الأخرى لم يصل فيها إسلام. أنا بقول إن إحنا أثبتنا النهاردة أن الديمقراطيون يريدون الديمقراطية في كل شيء، وحتى لو كانت أن الديمقراطيين أحسنت جزاهم الله خير. أن الديمقراطيين يريدون الديمقراطية في كل شيء، وليصل أي أحد حتى لو كان شفيق، إلا لو كان مرسي أو كان الإخوان. ده طبعا لا 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 أنا كمل ده كلامي بقى. لو تكرمتم إحنا قلنا المقاطعة ممنوعة. ترشيح الدكتور مرسي مسألة إن هو عنده طاعة جماعية. أي حد في ماشي أنا بقول قراءتي. لا ما قلناش ده. حتى لو غلط طيب خلاص قول ما قلناش خلاص خلاص أنا احترام الإرادة الداخبين يا خبر بدل كلام سعادة اللواء احترام الصدور كلام سعادة اللواء أن الدكتور مرسي عنده طاعة جماعية وتنظيمية. يتقال له ما تترشحش ما ترشحش، يترشح الشاطر يقول أنا وراه، الشاطر هيطلع يقول أنا دخلت مكانه كذا. الكلام ده كله الكلام ده أنا بقول يعني أنا مش لا أقرأ المشهد بهذه الصورة. أنا شايف أن ترشيح الدكتور مرسي وليكن واضحا وصريحا أفضل من ترشيح المهندس خيرت الشاطر. المهندس خيرت الشاطر من وجهة نظري ترشح معلش سيبني أكمل بس عايز حضرتك ترشح السيناريو الخطأ في الوقت الخطأ. المهندس خيرت ترشح أنا بقول رأيي لا ليس رأي حضرتك ده الكلام ترشح بالسيناريو الخاطئ في الوقت الخاطئ. الدكتور محمد مرسي ترشح لما وجد أن سيقصى جميع من على الساحة ولن يبقى إلا قليل جدا من الوطنيين والثوريين وقطاع الفنون، وايضا مع تهديد مجلس الشعب بالحل بسبب الغلطه الدستوريه قضيه الثلث والثلثين اللي الجميع اخطا في السكوت عليها وقبولها منذ البدايه. اول واحد قالها لك في البرنامج هنا تمام كلام حضرتك سليم 100% بعد الانتخابات بثلاث ايام. فانا من وجهه نظري ان بثلاث ايام المجلس ده انا من وجهه نظري البرنامج ده حضرتك يعني ربنا يبارك فيك ده سبق متميز. فانا بقول ان فعلا هذه ودوري عليها الغلطه القانونيه هذه الغلطه القانونيه والدستوريه يعني انت موافق ان المجلس هيتحل ممكن يتحل بلا شك. الغلطه دي غلطه دستوريه خطيره. الجميع غلط لما قابل بيها زي ما الجميع غلط لما قابل بالاعلان الدستوري بدون استفتاء زي ما الجميع غلط بسبب قبول حاجه كثيره. الاخوان هم اللي ضغطوا عليه معلش يعني. معلش بغض النظر عن ضغطنا يعني معلش بغض النظر عن رفضت ايه دي معلومه بس ورفضنا الاستفتاء احنا رافضين الاعلان الدستوري برضه اصل الاعلان الدستوري لم يستفتى عليه. الاستفتاء كان على التعديلات التلت والتلتين اللي طلبها الاخوان المسلمين وضغطوا على المجلس العسكري. اكمل بس عشان اقول اقول وجه اعتراض على كلام حضرتك نبيل ساعات الوقت صحيح حضرتك هترد يا ساعات ساعات الوقت بس بقول وجه اعتراضي على العباره. انا بقول ان ترشح الدكتور مرسي كان في وقت احسن من ترشح المهندس خيرت الشاطر من وجهه نظري. الدكتور مرسي لما ترشح كان عاد هناك تهديد قوي. اولا اقصي حازم ابو اسماعيل وكان مرشح له حظوه شعبيه كبيره، خيرت الشاطر مع احتفاظه طبعا بالالقاب للجميع، وعمر سليمان ترشح مرسي خاصة مع التهديد بحل البرلمان يبقى كل حاجة هترجع زي ما كانت. هيجي واحد من النظام السابق يحل البرلمان يشكل كل حاجة زي التشكيل اللي كان قبل كده. طبعا ده اللي هم متوهمينه. أنا بقول زي ما أنا أوافق على كلامك في جزئية أن هذا الأمر لن يعود كما كان وكلام الأستاذ جمال هذا الأمر لن يعود. الشعب استيقظ الآن هم مستغلين أو متمتعين بحالة
مش الاطمئنان الشعبي، حالة الرغبة الشعبية في الهدوء. الشعب الآن بيعتبر، عموم الشعب المصري يعتبر أنه يخرج من ثورة ويدخل إلى استقرار، مش زي يوم 25 يناير لما الناس كلها اعتبرت أنها بتخرج من 30 سنة ظلم وظلام بتخرج إلى الحرية، فالناس كلها نزلت الشارع. الناس النهاردة ما عادتش عندها ذلك القبول نزول الشارع بسهولة، لكن ممكن تنزل بصعوبة. يعني إذا تكرر السيناريوهات المرضية السابقة، الدكتاتورية السابقة التي ستحجر على الجميع، وهنا يستوي الجميع، الدكتور مرسي وشفيق وغيره، لكن الفرق إن ده هيبقى من واحد من النظام السابق الذي جربناه 30 عاما لن يعيده. تمام، خلينا ولن يستطيع. تمام أنا بس بقول حاجة، مش بديل بكلم شاذين فزاعة، مش ماشي، أنا مش بديل بكلم فيها. انا بقول الفرق ان انا النهارده المقارنه دي غير عادله. ليه؟ لان بين واحد جربناه 30 سنه نظام، وواحد احنا بنتوجس وبنتوسم وبنلقط له كلمه من هنا وبنتلكك له على عباره من هنا وبنختلق له قصه من هناك، فلنجرب النظام الجديد. مرسي لن يؤثر، دكتور محمد مرسي مع احتفاظي بالاحترام له ولغيره، لن يؤثر كثيرا في النظام القائم، لان النظام القائم يعتمد على الحريه، يعتمد على المؤسسيه، ولن يشكل دستور في مصر الا ان يقوم على هذه المعايير. نحن بصدد تاسيس هذا العقد الاجتماعي. العقد الاجتماعي ده بيعتمد على معايير انا بقول تتفق عليها الشرائع، تتفق عليها القوانين، تتفق عليها الاعراف البشريه، لانها تكرست عبر ما تحبسوش بقى الجمعيه التاسيسيه وخرجوا عنها. لا لا بص حضرتك انا هكمل كلامي، بص اي محاوله للاستفسار اسمعني، بيخلى سبيل الجمعيه التاسيسيه. لو قلت الحوار من البدايه، فرصه للكلام بمعقوليه، انا كنت قلت كثير جدا من الاشياء اللي انت عايز تقولها وزير عنها، انا موافق عليها. فخلينا بس نتكلم في النقطه دي الان. انا بقول لن يعود الامر الى الورقه مره اخرى. نحن سيقوم الدستور شئنا ام ابينا على معايير تستقر عليها الشرائع والقوانين والاعراف والمجتمعات كلها. شئنا ام ابينا ازاي؟ خليك بس معايا. لا يعني شئنا، لا حضرتك، لا يعني حضرتك، معلش حضرتك برضه للمره الثانيه، قصدي يعني عايز افهم ازاي للمره الثانيه يكرر الاستاذ وائل، يعني معلش سوء فهم العباره انا قلتها. المره العباره الاولى لما قلت نتوحد، انا ما اقصدش الناس كلها تكون حاجه واحده، لان طبعا ده كلام ساذج. انا بقول يتوحد الصف الوطني خلف اهداف الثوره، هذا الذي اقول. مش نتوحد يعني كلنا نبقى واحد، اليساري والعلماني والاسلامي والبلشتي، ده كلام يعني عبيط ما حدش يقوله. النقطه الثانيه اللي بقول عليها الان، انا بقول شئنا ام ابينا الجالسين في هذه الجلسه، او اذا شاء فصيل او ابى. يعني ممكن مثلا فصيل انت بتتهم الطالب الاسلامي مثلا، مش حضرتك بتتهم الطالب الاسلامي انه ما بياخدش بهذه المعايير، انا بقول لك شئت ام ابيت، من شاء شاء ومن ابى ابى، ده الكلام ده حتى في الشرع وارد، شاء من شاء وابى من ابى. اذا نحن عندنا معايير الحريه والعداله والكرامه الانسانيه، هذه طبعا المعايير سيقوم الدستور بالاساس عليها. المعايير دي هي معايير الشريعه على فكره، هي دي معايير الخلافه، هي دي معايير المواطنه، الدولة المدنية التي فزعنا بها والتي يعني عيرنا بها. لا احنا ما عندناش دولة دينية، الدولة الدينية دي مرفوضة تماما، ده حكم استقراطي كنسي. الاسلام جه والنبي جه صلى الله عليه وسلم عشان يهدم هذا الحكم استقراطي الكنسي الديني ذو المرجعية الإلهية المقدسة، اللي هو بيقول لك أنا بحكم بسم الله وهيكفرني. الكلام ده مش حقيقي، لأن الكلام ده مش عندنا، ده مجرد افتيات على الطريق الإسلامي، افتيات ظالم وجائر. مين اللي هيكفرك ومين بيكفر مين، ومين لما يبقى رئيس جمهورية لو أنت عارضته هيكفرك؟ مين قال هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني ما ينبغي أن يقال. نرجع، هذه المعايير سيتفق عليها جميع، سواء كان الدكتور مرسي او غير الدكتور مرسي. بس الفرق ان انا لو جه شفيق بقى، شفيق ده بقيه النظام السابق. يعني ايه بقى بقيه النظام السابق؟ الثوره لما طلعت قالت الشعب يريد اسقاط النظام مش اسقاط مرسي مبارك. النظام شفيق جزء من النظام، يبقى النظام ما سقطش، يحل مجلس الشعب وترجع كل حاجه على الوضع اللي فات. الشارع لن يسكت وسينزل مره اخرى. خلاص يا دكتور، هقول لحضرتك، وسينزل مره اخرى، هقول لحضرتك على حاجه. ارجو الا يستخدم زمان كانت الحكومة حسني مبارك والناس دي بتخوفنا بالبعبع والفزاعة الإخوان المسلمين، وما زلنا احنا بنعمل كده دلوقتي. نتبادل الأدوار، احنا مارسين النظام السابق. يجي التيار الديني يعمل لي فزاعة إعادة النظام السابق، يا جماعة مش عايزين نسلك نفس سلوك الحزب الوطني ونفس سلوك حسني مبارك. عايزين دولة من غير فزعات، عايزين يعني دولة من غير فزعات. انتوا احنا ليه دلوقتي شغالين نجربها من غير فزعات؟ دي اذا ما نفعش نرجع فزعات. ان شفيق نجربها بالاسلاميين، نجربها بالاسلاميين، نجربها بالاسلاميين. لما جربناها، لا لا لا، جربت وهو بيحكم الدولة، جربت وهو بيحكم الدولة، مش بس سلطة التشريع، جربناه في خيالنا وفي احلامنا الخائفة المذعورة فقط، لم نجربه في الحقيقة. ايوه سلطة التشريع، بس سلطة وزي دكتور خالد غلبان اهو. السلطه التشريعيه العاجزه ملهاش اي قيمه. التشريع، هكمل كلامك، السلطه التشريعيه العاجزه والمريضه والمحاصره والغير صلاحيات. طب ما يسيبوها، لما يسيبوها اللي بعينهم يوم كامل، هتسيبها انت وتمشي. دكتور خلاص، فضل عشان واحد يعني مرسي يسيب رئاسه ويمشي ويقوم يسيب البرلمان ويمشي مش كده؟ لا امشي، احنا بنعمل بيها حاجه لصالح الشعب. يا دكتور انا مش هسمعك والله. طيب انا عايز اقول ايه، مش عايزين الاخوان تخوفنا
من ان شفيق هيعيد النظام لانه مش هيقدر. صح كده، انا موافق على كلام حضرتك. انا بقول لك اهو نجح شفيق، عايز يقول لك لن يعيد النظام، عايز يقول لك ثق في الشعب. ثق في الشعب، لازم نثق في الشعب مش هيسيب وفي حد نجاح الثوره. فانا مش خايف ان شفيق الشعب اللي احنا جزء منه ولا اللي احنا من بره. كلنا شعب. طب الحمد لله كويس قوي، اعترفتوا بالمؤتمر بتاعك. لا لا لا، اقول لك على حاجه، حد قال لك لا انت النهارده كمان حضرتك بتقر ان خيرت الشاطر رشح خطا. انا رأيي. يعني انا زعلان من الحكايه دي ليه؟ لان خيرت الشاطر لما اتقدم لنا على انه مسؤول النهضه ومهندس. يا فندم انا بقول رايي مش رايي اخويا، مهندس النهضه كويس. فاذا النهارده لما يقصى بالقانون ما نرجعش نقول ان كان ترشيحه خاطئ. معلش يعني خد مني الكلام، رايي الاخوان صح جدا. لانه اقصي يعني مش بارادته. الدكتور مرسي ما زي ما بقول لحضرتك فعلا هو نموذج للصنع والطاعه. انت حضرتك بتشوفها من منظور، لكن انا باكد ان نموذج للصنع والطاعه. نمره 2، تصريحه اللي الدكتوره طالبه مننا رايه فيه بصراحه يعني بينم عن عدم خبره، بينم عن ان فكره في الرئاسه ما هوش، يعني هو نفسه لما بيتكلم غلط، لان ما فيش رئاسه من غير مؤسسه رئاسه خالص أصلاً. فانت النهارده بتكلمني انا هقصف اقلام اساسا، ما تقولش انا هقصف لان ده مش موجود. اما تقول لي انا هعمل مؤسسه رئاسه، يا سيدي هو في رئيس بيشتغل بدماغه لوحده لازم يبقى جنب منه مستشارين ومؤسسه رئاسه. ما تقوليش ان انا الناس اللي ما تقوليش ان انا هجيب الناس اللي نجحت في الانتخابات، لانها النهارده الناس اللي نجحت في الانتخابات دي قصه، وليه برامج اخرى، وليه برنامج تاني، وليه اتجاه تاني وطيار تاني. انت عايز توريني انت هو دلوقتي اللي حاصل ان تصريحات الدكتور مرسي بتصب في صالح شفيق اللي بيقول انا راجل تكنوقراط. ما انا هقول لحضرتك، احنا صوتنا الحمد لله، هقول لحضرتك اهو بسرعه يا استاذ. الدكتور مرسي يا دكتور انا عايز اقول لحضرتك الخطا، بص الخطا هو الخطا اللي اتكلموا في سؤال مهم، الخطا اللي اتكلموا فيه الاساتذه يرتكبوا مرسي مره تانية. الناس كلها بتقول الاصوات راحت للي واضحين، للي هو ده عايز يقول في سؤال عايز يساله الاستاذ نبيل اللي يقول انا طيار ديني. ما يعمليش ايه يا استاذ، ما يجيبليش حاضر سؤال عشان هاخد السؤال بس دي، ما يعمليش ايه بقى، ما يعمليش كوكتيل ويصبه في مج، هيجيب لي الليبرالي وهيجيب الكلام ده. ما يبقاش نظام حقوقي، اسال يا استاذ نبيل، نظام حقوقي ده مش شخصي، لازم اسال كل بقى. يا عم خليك معايا بس اسال. الشافعيين في اسكندريه ما صوتوش ليه لمحمد مرسي؟ صوتوا ابو الفتوح. طيب لا ولا ابو الفتوح، لان حمدين صباحي كان الدنيا هناك. عمرو صلاح دي واحده، السلفيين لم يصوتوا في عمرو صلاح بيقول سؤال كيف يطلبون منا الاخوان ان يكون رقم 2 بالنسبه للجماعه هو رقم 1 بالنسبه لمصر كلها، كيف تطلب مني ان يكون رجلك الثاني هو رجلي الاول؟ حلو قوي، استقيل. الحقيقه دي جات لي كذا رساله يعني متكرره. استاذ وائل عشان نختم الحلقه، عندي ثلاث ملاحظات. راحوا فين؟ اتفضل. اولا لا ما تقلقش كل حاجه ما بتضيعش. يلا لا اولا خلاص، اولا الحيره اللي موجوده الان في مصر هي حيره ايجابيه. المصريين لاول مره بيختاروا رئيس وبيختاروا نظام وبيختاروا بيتدخلوا في السياسه. لكننا امام دوله قديمه عابثه بتعبث بتخلينا نختار رئيس بدون صلاحيات، رئيس بدون دستور، رئيس بتلعب فيه على هواء في القضاء، في تدمير لكل المسارات المدنيه من اول البرلمان، من اول يعني ازاي تقدر تعمل تلعب بالبرلمان، ازاي تقدر تلعب بالرئاسه لكي لا يبقى غير الدوله القديمه. في الحقيقه لا شفيقه ولا مرسي. لا شفيق ولا مرسي، دي كلمتي. امال ايه طيب كده ينتخب الاستاذ محمود المليجي او حاجه؟ مش الاستاذ محمود المليجي احنا خرجنا من الاستقطاب السخيف التافه الذي حشرنا فيه 30 سنه ولن نعود اليه، وسنرفض الاثنين، وسنرفض الدوله دي، وسنرفض اختيارات الدوله دي، وسنرفض الاخوان، وسنرفض الفلول. في موقف لا هم ولا دول متعارف عليه في الدنيا كلها، نحن عن التصويت مقاطعه. طيب محمود المليجي
لا انا لو محمود المليجي لا انا بقول ليس انا وعلينا سر محمود المليجي احسن من مرسي واحسن من ماشي ليس هناك ثالث بس هو مش موجود للاسف الله يرحمه لا يعني الثوره مستمر اتفضل يا فندم هتختم لنا بقى بكلمتين مهمين قوي اتفضل ها قد بان المستور ليس في الامر دستور ما الدستور الطاغي الا عبد المامور نظام انت ام فوضى واعذارك مرفوضه تغذي طائفيات مدى الايام مبغوضه ظلمتينا وكم كنت ظلومه ودوما ضدنا عند الخصومه واما بعد كل الظلم هذا فمن اين سنرضى يا حكومه تغاضينا وتغاضينا تعذبنا بمساويها لكن ما نفع الصبر ترى من سيقاضيها لا خير لنا فيها وحاميها حراميها بس شكرا شكرا و يعني ونحن في الطريق الى الصندوق هنتذكر ان الشعوب تستحق حكامها شكرا